وزي ما وعدتكم النهاردة هنعمل مع بعض توست الدقيق بالحبة الكاملة والشوفان. حلو جدا جدا وسهل جدا وإن شاء الله هيعجب الكبار والصغار. حلو ومفيد ومغذي، وكمان شريحة واحدة بس بتخليكي تشبعي ومش محتاجة تاخدي أكتر من كده، وهو ده اللي احنا عايزينه لو بتعملي دايت أو عايزة تقللي الوزن. حلو جدا وخفيف وإن شاء الله الطريقة سهلة. يلا تابع الفيديو للنهاية علشان تشوفي الطريقة، وكمان لو نسيتي تشتركي في القناة اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل أفكاري وكل فيديوهاتي. إن شاء الله هتتبسطي من فيديوهاتي وهتستفادي حاجات كتير. يلا بينا نشوف الطريقة ونقول بسم الله. أنا استخدمت بيضاية واحدة بدرجة حرارة الغرفة، وعلى فكرة ممكن البيض تستغني عنه لو ما بتحبيش البيض أو مش عايزة تزودي سعرات حرارية. استخدمت كمان كوباية من اللبن الحليب، واللبن يكون دافي مش سخن ومش بارد، يكون دافي علشان يشغل لي الخميرة. وكمان استخدمت ربع كوباية من العسل النحل، ربع كوباية من العسل النحل يعني معلقتين كبار، وتقدري تستبدليهم بأي سكر طبي بتشتريه من الصيدلية بس يكون خالي من مادة الأسبرتام، وكمان معلقة من الخميرة، وعندي كمان 50 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، واستخدمت كمان 140 جرام من دقيق الشوفان، ده شوفان وأنا طحنته في الكبة، وكمان عندي كوباية كبيرة مليانة أو 100 جرام من دقيق الحبة الكاملة، كوباية من دقيق الحبة الكاملة، وكمان حوالي 140 جرام من الدقيق الأبيض أو حوالي كوباية ومعلقتين من الدقيق الأبيض. يعني أنا عملت ميكس من الدقيق حوالي 550 جرام أو 540 جرام من الدقيق، عملت ميكس من التلاتة، دقيق الشوفان ودقيق الحبة الكاملة والدقيق الأبيض. تقدري أن أنت تقسمي الكمية زي ما أنت عايزة، مش لازم زي ما أنا عملت، تقدري تقسمي الكمية بالتساوي أو تعملي بالنوعين دقيق بس اللي متوفر عندك اعمليه. انا بقى ابتديت حطيت اللبن مع الزبدة والبيضة وضربتهم كده بالمضرب اليدوي، ونزلت كمان بالخميرة والعسل النحل. اضربي بقى الخليط ده كله لان هو ده الخليط اللي احنا هنشتغل بيه. كمان نسيت اقولك الدقيق لازم نرش عليه رشة من الملح، انت ممكن تحطي الدقيق ده كله وترش عليه رشة من الملح وتبدأي تقلبي، وزي ما قلتلك تقدري تجمعي، ممكن تعملي التوست بدقيق أبيض مع دقيق حبة كاملة، أو دقيق شوفان مع دقيق حبة كاملة، أو دقيق الحبة الكاملة مع دقيق شوفان بس من غير دقيق أبيض خالص. تقدري ان انت تغيري الكميات براحتك، المهم ان دول 550 جرام من الدقيق. هنحط بقى الدقيق على الخليط اللي احنا عملناه من اللبن والزبدة والبيض والخميرة والعسل، ونقلب كده مع بعض. زي ما انتوا شايفين العجينة طبعا ملزقة، هنحط لها بقى، انا ببقى سايبة كده معلقتين من الدقيق، معلقتين ثلاثة من الدقيق بحطهم وابدأ ان انا اعجن بيهم. المهم اللي احنا استخدمناهم حوالي 550 من الجرام من الدقيق، يعني حوالي 4 كوبايات من الدقيق زائد معلقتين ثلاثة بالكتير من الدقيق. هنبدأ بقى نعجن العجينة، وخدي بالك العجينة دي محتاجة عجن كتير علشان البيض والزبدة والحاجات دي كلها تتجانس مع بعض وتديني عجينة ملساء. يعني افضلي عجيني فيها حوالي 10 دقايق لحد ما تديكي عجينة ملساء وطرية تقدري ان انت تشكليها وتسيبيها. زي ما انتوا شايفين اهو انا عجنتها وكل شوية بشوفها بقت كويسة ولا لا، لحد ما اوصل بقى للقوام المطلوب هكون مجهزة الطبق بتاعي اللي انا كنت بعجن فيه، اغسله كويس وبعد كده ادهنه دهنة بسيطة جدا من الزيت، وادهن كمان وش العجينة زيت وهغطيها بستريتش وبعد كده بالفوطة واسيبها تخمر لمدة تقريبا ساعتين. هي بتاخد وقت شوية في التخمير مش زي اي عجينة تانية، الدقيق ده بياخد وقت في التخمير، سيبيها تخمر براحتها لحد ما تضاعف الحجم زي ما انتوا شايفين. هاخدها بقى وافضي الهواء اللي فيها وابدأ ان انا اشكلها زي ما هتشوفوا معي. هنفضي الهواء زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ بقى احط على الكاونتر وارش رشة بسيطة جدا من الدقيق عشان ما تلزقش معايا، وهبدأ ان انا افردها بالنشابة كده، او ممكن كمان بايدك لو هي خمرانة ومعجونة كويس هتتفرد بايدك عادي، لو مش عندك نشابة اهو بالنشابة كده هبدأ ان انا افردها، هفردها بالشكل ده يعني على قد ما اقدر افردها شكل مستطيل، وابدأ ان انا اتنيها
ثلاثة كده زي ما انتوا شايفين. ممكن تدهني زيت بين كل تانية او تدهني زبدة، يستحسن يعني تدهني زبدة، بس لو مش عايزة تزودي السعرات الحرارية للعيش اللي هتعمليه او للتوست اللي هتعمليه خلاص مش مشكلة، تدهني زيت اعمليه زي ما انا عملت كده، وبعد كده بدأي افرديها تاني وبعدين هنلفها رول زي ما انتوا شايفين. لفتها رول، اقفلي بقى الاطراف كده كويس علشان كده يتقفل معاكي وبعد كده يديكي كده شكل مظبوط. هتبداي تجيبي بقى القالب اللي بتاع الانجليش كيك كده، او في قالب مخصوص للتوست لو عندك مفيش مشكله، ده قالب مقاس كبير، لو عايزاه التوست يعلى معاكي ويكبر قوي ممكن تعمليه في قالب مقاس اصغر من كده. هنسيبه بقى بعد ما دهنا القالب ده بالزبده، وهنحط العجينه اللي احنا عملناها رول ونغطيها تاني ونسيبها تخمر براحتها لحد ما تتضاعف الحجم. زي ما انتوا شايفين اتضاعفت في الحجم، لو شققت معاكي كده مفيش مشكله، ده بس يعني عشان هي خمرت بزياده مفيش مشكله ابدا، كل ده هيتغطى وهيتدارى. هدهن بقى وشها بعد ما خمرت المرة التانية بالزبادي، انا جبت معلقتين من الزبادي واخدت كده بالفرشة ودهنت، وكمان كان عندي شوية شوفان ما طحنتهمش وسبتهم زي ما هما، هزين بيهم من فوق. ممكن تستبدل الزبادي باللبن الحليب، وكمان اللبن اللي احنا استخدمناه في العجينة ممكن تستبدليه بالحليب خالي الدسم لو عايزة تقللي زي ما قلتلك الدسم خالص في التوست. هنغطيها بقى بعد ما طلعت من الفرن، سوري احنا هندخلها الفرن لمدة من 20-25 دقيقة على درجة حرارة 200 في رف أوسط، درجة حرارة 200 في رف أوسط من 20-25 دقيقة. هنسيبها تستوي على الآخر، وممكن ما تحتاجش شواية، لو احتاجت شواية تشغلي الشواية عشان تاخد لون، وبعد كده تطلعيها وتغطيها وتسيبيها تبرد خالص وتبدأي ان انت تقطعيها زي ما قلتلك في رف أوسط في فرن على درجة حرارة 180. وبعد ما تهدى خالص تبدأي بقى ان انت تقطعي التوست زي ما انتوا شايفين، حلو جدا وطري، وشريحة واحدة بتشبع مشبعة جدا جدا جدا، دي كامل الحبة ودي الشوفان، فعلا مشبع جدا. وعلى فكرة طعمه حلو، العجينة طعمها حلو وعجبت الولاد الصغيرين وعجبت كمان الكبار، تقدري بقى تستخدميها. يلا جربوها وقولولي ايه رأيكم. واحنا كمان عملنا امبارح في اللايف بالتوست ده الفرنش توست، عملناها بطريقة حلوة جدا، شوفوا اللايف بتاع امبارح هيعجبكم جدا. يلا جربوا التوست وابعتولي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو وشيروه، واشتركوا في قناتي لو لسه ناسين تشتركوا، وفعلوا كمان الجرس عشان يوصل لكم كل افكاري وكل فيديوهاتي. يلا تابعوني،